اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم وحش التوفير على قناتكم المحبوبه قناه ست البيت. النهارده هنعمل مكرونه اسباجيتي بطريقه مختلفه، هنعملها وهندخلها الفرن من غير بشاميل من غير اي حاجه. هنشوف طريقتنا عامله ازاي. مقاديرنا بسيطه قوي يا جماعه، عندي حوالي ربع كيلو مشروم، عندي نص كوب جبنه مبشوره، ربع كوب زيتون مخلي، عندي 3 معالق زبده، عندي 4 معالق صلصه بوريه، حبايه فلفل، حبايتين طماطم، حبايه بصل، وعندي نص كيلو مكرونه اسباجيتي وفصين ثوم. وعلى بركه الله نبدا نشوف هنعمل ايه. طبعا حطينا الميه بتاعتنا تغلي، نبدا بالمكرونه طريقة جديدة مختلفة، هنشوفها تبقى عاملة ازاي. واي حاجة بتخش الفرن يا جماعة في الطعم بتختلف عن ما تكون معمولة على حلة او طاسة، حتى طبيعة النار نفسها بتختلف. لما اكون انا مثلا بسوي حاجة على فحم غير لما اكون بسويها على جريل، فتلاقوا يعني الطعم بيبقى افضل يعني. كده بنزل المكرونة خالص، مفيش مشكلة. ببدأ أقلبها عكس زي ما قلت حضراتكم في حلقات سابقة. بسيبها خالص بالطريقة دي. نبدأ نشوف هنعمل ايه. اقطع الفلفل بالطريقه دي، تقطعها بتاعت الخضروات عموما بتختلف من صنف للتاني. ممكن مثلا بقطعها كده، ممكن بقطعها مربعات، بخليها شرايح لو هعملها جريل او حاجه. فدوت بيبقى نفس الخامة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، نفس الحاجة هي هي، يعني الطماطم هي هي، البصل هو هو، الفلفل، بس بيختلف طريقة ازاي اطلع شكل الطبق بعد كده. خلي حاجتي جنبي كده، برضو نفس القصة الطماطم. هنقطعها بالطريقة دي كده اهو، وهنسيبها شايفين. احنا اللي بنعمل الطبق وبنغير في شكله وبنعمل الحاجة بطريقتنا. في الآخر هي هي مكرونة بالخضروات، بس تفرق في الشكل وفي الطعم. استعملناش فيها ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، مجرد شوية خضروات بتقطيعة معينة بطريقة معينة، حاجة ظريفة. باخد الطماطم بتاعتي زي ما هي، بخليها جنب الفلفل كده اهو. نتسلى في مطبخنا، مفيش اي حاجة تعطلنا يعني ان احنا نبدأ.
احاول ان انا اخليها اقلبها عكس اتجاه اضمن انها تطلع معايا زي الفل. برفع البصلية خالص بالطريقة دي. برضو على نفس المكان، مش هنعمل كل حاجة بولة او حاجة، بولات كتير، بس الواحد بيحاول ايه بقدر الامكان ان هو يبقى لامم المطبخ كده. برضو بجهز لي كده، بنعم الطماية خالص. نفس القصة كده. بجيب ثوم بنزل في المكان ده. مجرد ان احنا بنتسلى واحنا واقفين. لسه المكرونة شوية، انا عايزها ما يبقاش يعني ايه في اطباق بيبقى لازم يكون فيها المدغة دي اللي هي بتبقى يعني تلات ارباع تسوية، وفي اطباق بتبقى عايزة تسوية مظبوطة بحيث ان هي ولا تبقى لسه نية ولا تبقى مستوية زيادة عن اللزوم، تبقى هي الطبيعي بتاعها. فاحنا بنسلقها بحيث ان احنا ناخد منها القطمة الطبيعية لان لسه هتخش جوه الفرن. مشروم طبعا حضراتكم عارفين قيمته الغذائيه، طبعا سعره متداول، في نفس الوقت يعتبر وجبه جميله مش مكلفه. كل الخضروات عندي في البيت، زيتون، جبنه، اي نوع جبنه مبشور سواء رومي او شيدر، مفيش اي مشكله. بالطريقة دي نخلي دول هنا. كده انا شبه جهزت حاجتي. شوف المكرونة بتاعتي بقى. كده هروح اصفي المكرونة. ادي المكرونة بتاعتنا صفناها ونشوف هنعمل ايه. عندي طاسة بسخنها، احط نقطة زيت بسيط اهي. بسخنها كده. ادي البصله بتاعتنا، بنحاول نفتحها جوه البوله الاول قبل ما تنزل. بالطريقه دي
ايه رأي حضراتكم؟ نطلع فاصل؟ نرجع لكم بسرعة عشان نشوف السباكيتي في الفرن.